الوصول ديال اكثر من 1000 عربه. والعمال ديالنا بحكم طبيعه العمل ديالهم هما متعرضين للخطر حوادث السير، ولهذا فيداك نهار جات وهي تدير عدد ديال التدبيرات باش تقلص من حوادث السائرين، ولهذا داروا واحد العدد الانجازات في اطار مشاريع اللي داروا في اطار السلامه الطرقيه. من بين الانجازات اللي درنا اننا شرينا واحد سيمولاتور. شنو هو هذا سيمولاتور دو كونديت؟ واحد الاله اللي جهزنا بها الاكاديميه ديالنا وكنديروا بها دورات تكوينيه. ملي كيجلس فيها السائق كيدير بحال الا في سيتوياسيون غير ديال لا كونديت، كنديروا فيها تمارين تطبيقيه بلا ما نعرضوا حياته للخطر. وهذه الدورات التكوينيه كيجيو كيكملوا الدورات التكوينيه اللي هي كاينه ديجا في ليداك. من بين التدابير اللي خدينا كذلك اننا العربه ديالنا هضرت على اسطول ديال تقريبا 1000 عربه، جهزنا عدد كبير منها بواحد لاباري اللي هو كيقيم لنا الطريقه ديال السياقه ديال السائق، وكيعطينا ان رابور كامل، تقرير كامل على طريقه السياقه ديالو، السرعه، الفريناج ايتترا. وهذا الشيء علاش؟ باش اننا تكون عندنا واحد التعامل مع السائقين ديالنا، السائقين المثاليين كنجازيوهم وكنكافئوهم وكنكبروا بهم لانهم مثاليين وخصهم يكونوا قدوه ومثال للسائقين الاخرين. والسائقين اللي كيعرضوا نفسهم والاخرين للخطر كتكون معاهم تدابير خاصه، وهذا الشيء كامل باش تعم الفائده للجميع. كما كتعرفوا بان المغرب كجميع الدول كيعانيوا من الحوادث السير، وكاينه لا سيليبراسيون ديال 18 فبراير ان شاء الله اللي كتسمى اليوم الوطني للوقايه من حوادث السير. لذلك فكرت هذه عامين و 3 سنين درنا واحد التحليل ديال حوادث السير اللي كيوقعوا للسائقين ديال ليداك. لقينا بانه كاين واحد العدد كبير ديال الحوادث اللي جايه من الكومبورتمون ديال لي زاجون، السلوكيات. اذا اش خصنا نديرو؟ خصنا ناثرو على السلوكيات. اش دارت ليداك؟ دارت واحد المنظومه ديال التكوين كورسوس دو فورماسيون اللي فيه لو كومبورتمون دي زاجون، كيفاش الان اجون دو سو كومبورتي دوفون ان فيكول ولا في الفيكول، اشنو خصو يدير واشنو خصو يدير بما فيها احترام قانون السير، بما فيها احترام الاخرين ولا احترام جميع مستعملي الطريق. باش هاد لي زاجون ديالنا لانه سون دي زاجون كي سون بروفيسيونيل كيبغيو يدخلوا بواحد السرعه معينه باش نتقلوهم شويه، لذلك دارت واحد لي بواتي في السيارات. الهدف من هاد لي بواتي ماشي باش نفليكيو لي زاجون ولا شي حاجه، الهدف ديالها باش الى لاجون دار واحد لو كومبورتمون نون سيغ كنعاودو نكونفوكيوه وكنديرو معاه واحد التحليل على جاتي هاد الطريقه ديال السير ولا هاد الطريقه ديال السياق، لان هاد البواتي كيعطينا السرعه باش غادي يسيد في المكان ديال السرعه. الى عدو خصو يمشي ب 60 محدده 60 خصو يمشي قبل من 60، الى منوع عليه الدوبلاج خصو يمنع عليه الدوبلاج، الى منوع عليه ياخذ واحد الطريق منوع عليه ياخذ واحد الطريق. اذا هاد البواتي كيعطينا جميع السلوكيات ديال السائق في الطريق وحنا كنحلوا هاد المسائل. الى لاجون دار شي واحد كومبورتمون سيغ زوين وهذا راه كنقولوا ليه كنشكروه وكنعطيوه تعطيه الاداره العامه بعد الاشياء التحفيزيه. الى دار واحد الكومبورتمون نون سيغ ما فيه خطر لا عليه هو الاول لا على المواطنين كيديروا مع التحليل وكنشوفوا الا كانت كتعاود ديك الساعه راه كاين اجراءات العقاب اللي كتاخذ الاداره في حقه. من ضمن الاشياء باش نكون كشركه ليداك شركه مواطنه، من ضمن الاشياء اللي ساهمنا في دارتها الاداره العامه وانه بدلنا كاع لي فيلو موتور ميكانيك اللي كيعطيو السي او 2 اللي كيعطيو الصداع اللي كيديروا التخرشيش اللي كيديروا بزاف المشاكل، تحولوا بلي فيلو موتور الكتريك. ان فيلو موتور الكتريك دونك ديجا لي كو كوندويت وانه ما كيعطيناش الاكسجين السي او 2 بلوتو ما كيعطيناش السي او 2 ما كندير حنا صديقين للبيئه، ما كاينش فيه صداع لي سيتويان. وهذا الصمت ديالو كنقول لاجون باش يبدا دائما يبعد من السياره اللي ما غيسمعوش الشيفور الاخر، يبعد من اكثر من مترو كومسا باش نحافظوا على صحته وعلى سلامته وعلى سلامه المواطنين كذلك.